هي تعني كتير جدا ليلى فوزي بالنسبه لي. هم صنفوها قالوا عليها جميله الجميلات، انا بقول عليها هنومه الهوانم الحقيقه. اما تلاقي ليلى بتتكلم تلاقيها بتتكلم ببطء ورزانه واموره كده، وهي بتتكلم هانم كده. انا اعرفها من اكتر من 30 سنه، هي كانت متجوزه انور وجدي الله يرحمه، وانا محمود ذو الفقراء الله يرحمه برضه، واتقابلنا عند فريد الاطرش الله يرحمه كمان ده. انما زمان الزوجات ما كانوش بيتكلموا، يعني انور وجدي الله يرحمه كان بيرغي محمود ذو الفقراء يتكلم، انما انا وليلى ما كناش بنتكلم. يعني هو النظام زمان كان كده السيستم، يعني احنا نقول ايوه، نقول لا، نقول ميرسي، نقول صباح الخير، اهلا، ازيك، سعيده، انما اكثر من كده لا. فانا وهي كنا بنعرف بعض نظام سعيده ازيك الله يسلمك. قعدنا فتره، بعدين مات محمود ذو الفقار، لا انا اتطلقت من محمود ذو الفقار ومات انور وجدي. شفتها بعد كده اتجوزت جلال معوض، يعني جت سريعا بعدها، يعني نفس النظام. انما انا لقيت في ليلى فوزي حاجه موجوده فيا، هي بتحب الرياضه وانا كنت بحب الرياضه، فاحنا لحد النهارده بنعوم سوا شتاء وصيف في نادي الجزيره. يعني هي تلبس المايو مهما كان شتاء صيف برد حر اي كلام، نشوف الميه نلعلع احنا الاتنين وننزل عوم الحقيقه بطريقه ولا طرزان في زمانه. دي حاجه ليلى كصديقه بقى ما تقدرش تاخد منها الا كده، الا حته العوم وازيك الله يسلمك وحشتيني، يعني ده اكثر حاجه ممكن الواحد يقولها. حبيبتي مريم دي والله انا بحبها جدا حقيقي، ست جميله حقيقي. علاقتكم من فتره طويله مش كده؟ هي مش من مش طويله قوي يعني، يعني الفتره اللي هي كانت متجوزه محمود ما كناش يعني اصدقاء، اصدقاء يعني، يمكن كنا نشوف بعض في الاستوديو ولا حاجه، سعيده سعيده يعني مش اكتر من زي ما هي قالت سعيده سعيده. طب وايه موضوع انها كصديقه ما تقدرش تاخد منها اكتر من كده؟ يعني انت عندك شكل خاص للصداقه؟ لا مش شكل خاص، يعني ظروفنا ما بتسمحش باكتر من كده يعني، عارفه يعني انا شخصيا ما بحبش السهرات حقيقي، بحب الرياضه، فبنتقابل بنروح بنمارس لعبه احنا بنحبها احنا الاثنين يعني التقوا فيه، وفي الوقت نفسه اصدقاء ولطاف مع بعض وبنحب بعض جدا وكل. طب نشوف تعليقها هي ايه ونشوف توضيحها اللي هتوضحه وتقول ايه. اتفضل. معجبه بيها جدا، ازاي هي بتعامل نفسها، انا بعامل نفسي وحش، هي بتعامل نفسها كويس جدا. اولا غاويه رياضه، هي جنب العوم بتعمل رياضه يعني سويدي وكده، مليون مره قالت لي هعلمك سويدي، انما انا ماما كانت بتلعب سويدي يعني انا مش ناقصه اتعلم، انما انا كسلانه العب سويدي. تاني حاجة ليلى بتصلي بطريقة هوانمي كده، هانم بتصلي، ملك زمانها بتصلي، حقيقة أمورة أمورة ليلى، يعني تقعد تبحلق لها وتعجب بيها. كست بيت أنا زرتها مش أيام أنور وجدي، أيام جلال معوض. هانم في بيتها، تحضر الأكل بس بطريقة هوانمي، تخدم علينا، ملكة بتخدم على شعبها، والله العظيم يعني شوف ده الحاجات الانطباع اللي عندي. أنا بحبها قوي. انما كصديقه ما تساعدكش في حاجه، ان جوانب شوف انا لساني لازم يقول الحاجات اللي مش حلوه، ها يعني مثلا اسالها جبت ده منين، والله ما انا فاكره اشتريت الحاجه دي مش مجمعه الحته دي، ها انا بقى خدومه قوي اكتر من لازم يعني، بس فيعني انما هي احنا بنغطي بعضينا في الحته دي، انما مش محتاجه منها الحاجه الحقيقه، انا معجبه بيها كهانم كده. لا هي بتقول حاجات بتلقائية ودمها خفيف جدا، يعني هي مثلا بتسألني فعلا ده جبتيه منين، انا فعلا مش فاكرة، طب هقول لها منين ازاي يعني انا ما اشتريت حاجة خلاص يعني انتهى الموضوع بالنسبة لي، يعني ممكن اشتري من هنا ومن هنا ومن هنا، فتقولي لي دي منين، معرفش من اني حتة فيهم بقى،
واخده بالك؟ يعني مش لقمه لحاجه. لا طبعا، بس بيقولوا ان حضرتك كتومه جدا، يعني من النوع اللي كتوم وما تحبيش تقولي حاجات كتيره، هل ده صحيح؟ لا مش كتومه، انا مانيش كتومه، انما انا ما بحبش الرغي في اي كلام فارغ. يعني معرفش، يعني مثلا ايه، في ستات يجتمعوا كده يقعدوا عشان يرغوا في كلام فارغ، انا ما بقى ما احبش الحاجات طبعا طبعا. يعني انما مش كتومه، يعني انسانه طبيعيه عاديه، انما في حاجات ما بحبهاش ما بعملهاش. ما تعجبكيش.